إن شئتم أن ترفعوا يوم القيامة وتعظموا وتكرموا وترحموا فلهدي أحمد فالفضل، وإذا سمعتم ذكره فصلوا عليه وسلموا. يا خير من دفن بالقاع وعظمه فطاب ذكره من القاع والحكم نفس الفداء لبيتك أنت ساكنه فيك العفاف وفيك الجود والكرم خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء من الصراط المقام المخير له بإذن الله تعالى الحاج شريف الجزاوي ومن نوبات الحاج شعبان تهاب الصوتية نلتف بكم سويا حول دائرة القرآن الكريم وقارئة في هذه الليلة قارئ جمهورية مصر العربية وعدد مكاتب القراء مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ خالد عبد القادر الشيخ القارئ والحكيم بأبا عوالي. أسأل الله عز وجل بالتوفيق ولي ولكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ولقد أرسلنا إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب بسم الله وما كان لهم من الله بواقع وما
ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم ذلك بأنهم كانت رسلهم بالبينات ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وآمان ولقد إلى فرعون وآمان وقال فقالوا ساحر
واستحيوا نساءهم واستحيوا نساءهم وما كيد لما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا واستحيوا نساء وما كيد الكافرين إلا وقال فرعون ذروني أقتل موسى وقال فرعون ذروني أقتل وقال فرعون ذروني أقتل موسى
أقتل موسى وليدع ربه. إني أقول وقال رجل من آل فرعون وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه Oh,
أتقتلون رجلا أن يقود ربي الله وقد جاء وقال مؤمن من آل أنت قتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات وقال المؤمن من آل فرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات وإن يك كاذبا فعليه
يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل ذهب قوم نوح وعاد وثمود والذين وما يوم التناد
ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد مدبرين ما لكم من الله من راح ومن يقل لله فما له طور العزراء وقد أفق حمل المسيح عز وإذا فأتاها الأمين أن أبشري إنه رضيع في العهد موثقا فزكى المسيح يبر بره داع لله وجاء مبشرا أن أبشري بقدوم أحمد قائما وكذا عشنا لحظات طيبة مع نور الإيمان وتلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ خالد عبد القادر الشيخ القارئ والمقيم بأبا عوان عبر هذه الإذاعة المحلية وهندسة الكهرباء العالمية ومن داخل قصر الضيافة المتنقل وكبرى مخازن الفراشة المشهود لها بمحافظة المنوفية والمحل الأول والوحيد على أبا عوان الذي ركب بجدارة ومخازن على حد شعبان التوراة المقيم بأبا عوان إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيدا مشكورا ولله البقاء